صرف كل شيء واجوا هم اجوا الحق علينا حتى لو بديتنا حتى لو جبنا فنحاول قدر الامكان انه نتخلص على نفس الوضع لا سمح الله لا سمح الله نزيد الدواء ويتوقعين متعاشرين عفوا الحاشيه من جوال وواحد باع مستشفيات يعني اذا اللي خايف حلو من العلاج اذا اعتنيت فيه وقيت العلاج الصحي باوقاته والغذاء الصحي الصحيه هم راح يصير عندهم مشاكل في العظام بعد ال 40 45 ضروري انه انا ما اخلي يعني يتعرضون للكسور حتى اذا اضرار فضلات بالبيت احاول اسوي لهم مساحه يمشون فيها يتعرفون ضروري انهم الغرف مالتهم ما تكون فوق حتى لا ينزلون من الدرج وياخذون السكر او الضغط مالتهم في عافيه ويوقعون ويتاذون دائما اساعدهم احاول اساعدهم اقدم لهم العنايه لانه هذول هم حقهم على اليد ودائما اقدر اقدم مالتك انا احافظ على العلاج مالتهم اطيب اوقاتهم والغذاء الصحي مالتهم عمر وعافيه.